خبر مفرح وتكتمل الفرحة بكم أنتم، وهي مؤسسة كود أون ذا رود متبنية مشروع وهو منحة مقدمة من جامعة هارفارد. باش نعرفوا تفاصيل عن هذه المنحة وما هي منظمة كود أون ذا رود، حنرحبوا بآية برويلة وهي مؤسسة كود أون ذا رود لتمكين المرأة والفتيات من خلال التعليم. طبعا ولكن قبل ما نرحبوا بها نشوفوا برومو بسيط عن هذه المؤسسة وعن هذه المنظمة بالضبط ودورها في تمكين المرأة وتعليم الفتيات. واحدة من الأشياء اللي قرأتوها إنه إذا كنت أنت متحمس لفكرتك ومقتنع بفكرتك الناس راح يقتنعوا فيها، أوكي؟ بعدين نيجي لدور الانفسترز والكاستمرز وكيف تجيب انتراكشنز and so on. بس the first part of being an entrepreneur or founder إنك أول إشي تبقى متحمس لفكرتك. انه يا الله شوف هذا اللون الاخضر قد ايه بشع، وانا قد ايه صرت دافع 5000 ليره حق بلايز خضر مش حلوين. فاكتشفت انه انا لازم اخذ بريك. قال عمر عبد الله حط بوست على فيسبوك روح اشتروا بلايز. فليترلي بهدول الساعتين كان في ناس هيك هجموا على البوست. واول شيء خلص هي الرسمه اللي كنت بكرهها على اللون الاخضر اللي انا بكرهه. إذا في ميل بتلاقي أشياء كتير الناس مو مغطينها، أوكي؟ في إذا في ميل، هذا الحلو في الفيميل ستارت أبس أو الفيميل إنتربرينورشيب. أنت إذا في ميل إيش السايدز اللي 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 مو مغطية لأنها ميل دومينت. يعني مثلا انت بتعرفي انه هذه الشغله كثير كونفنشنال والناس كثير بتعرفها، وهي الشغله كثير كونفنشنال والناس كثير بتعرفها، زي فكره الاواعي والفاشن والويب سايت. اول واحد اخترع الاي كوميرس انه انا بدي اجي ابيع الاواعي على الويب سايت، هو اخترع شغله جديده وطلعت كثير مصاري. بس هلا الناس بس تيجي احنا نفكر فيها ايوه كثير عادي، هي عادي، فعشان هيك هي اتس فيري كرييتيف. فشني value, you have to be of value, you have to be of value. ولما تكون صغير ممكن يكون عندك قيمة أنك أنت تكون creative وتشوف روحك شني قادر تحقق بالضبط، وأنك أنت تشوف الناس اللي فعلا مهتمين بحجم العمل. كل إنسان مهتم أنه هو ينمي نفسه ماديا، ينمي مشروعه، مش غلط يعني. I want to know if you're talking to someone who's an investor, what they're looking for, right? Are they looking for, you know, maybe if you're going to someone or you're going to a competition and it's social impact? Are they people who've invested in similar companies that you can either compare it to, or if they failed in it, you may not want to mention that company, right? Are they something? I'm a data person, right? So although I don't want you to spend a lot of time on your business plan, because here you really want to talk about the idea more, I will want to see at least one chart of data. I was part of the team that launched the very first Android phone with Google. And I started to realize, as I was working in this very cool stuff, it was starting to become a little bit like boring. Mumel. I made my first significant change into international development. شو
شو عم بيصير اليوم بالاقتصاد كامل، بتلاقي البنوك عم بتحاول انها تمشي وراء لسبب، لانه هي بالاخر هي جزء من القطاع الاقتصادي اللي هو عم بدعم كل الجهات وكل الشركات. ورح تلاحظوا كمان شوي بس نحكي انه كل الشركات بالاخر سواء كان فيها موظف واحد او فيها مليون موظف بالاخر they need a bank بالنسبه لهم. في موديلين من الفرنشايزي، في واحد منه انه بس تكون زي علامه يعني تحت اسم اورانج وبس ببيع منتجات اورانج. في شيء ثاني لا، بكون اللي هو الهدف اكثر تبع الفرنشايز انه بكون اورانج وببيع شغلات ثانيه. شو بيصير؟ بيصير الكوست شيرينج تبع الموظفين، الرنت، الشغلات اللي موجوده بيننا وبين الشغلات الثانيه. سو بيسكلي احنا بلشنا بالفرن، سو ذس از جاست ان ايديا على بالفرن. بيسكلي من اهم الشغلات اللي عملناها الفترات الماضيه اجانا اكثر من 5000 ابلكيشن، وي اونلي اكسبتد 200 منهم لانه احنا بنركز كثير على الكواليتي. هلا بورجيكم شغلات الكواليتي اللي بنعملها. بنينا اوتوميتد تكنولوجيز، فانا هلا عدد الموظفين بالفرن وذ اول اتس هيوج اوبريشنز احنا بس 4 فول تايم امبلويز. جميل. آية برويلة مؤسسة كود اون ذا رود، طبعا مساء الخير واهلا وسهلا بك في شير شباب. اهلا وسهلا، السلام عليكم. شكرا لهذه الفرصة. الصوت مش واضح عندي. آية بداية عارفيني عن حضرتك وعن منظمة كود اون ذا رود، بالضبط شو نشاطها واهداف هذه المنظمة؟ بسرعة حنقول لك شو نشاطنا. أول حاجة أهم هدف عندنا في كل زمان هي التعليم، صوت مش واضح. كل شخص في دراسنا كل دروسنا يمكن حاضرين في المحطات. شباب يا ريت تعاودوا الاتصال بها، مش هنستفيد حاجة من يا ريت تعاودوا الاتصال بها مرة ثانية لأن الصوت مش واضح. طبعا ما زلنا في هذا الخبر، طبعا وهو هذه منحه مقدمه من جامعه هارفرد، طبعا من مؤسسه منظمه كود اون ذا رود، طبعا وهو شريك لها رسمي مؤسسه كلام للابحاث، طبعا وقناه ليبيا روح الوطن. نعرف تفاصيل هذه المنحه، محتاجه تصويت منكم انتم للمشاركه في تقديم المنحه هذه تحديدا في مدينه بنغازي. مش المعلومات كامله حنعطيها الا حتى بلسان، لازم يكون لسان آية برويلة حتحكينا بالضبط هذه المنحة مقدمة من تحديدا وشن أهداف هذه المنحة والتصويت وآلية التصويت كيف حيكون. الشباب غنيين يتواصلوا مع آية يعاودوا الاتصال بها باش يكون اتصال واضح ونستفيد كلنا من هذه المعلومات وهذه المنحة. طبعا كل التفاصيل هذه المنحة حتلقوها موجودة على صفحة البرنامج والويب سايت الخاص بالتصويت، حيكون موجود بهذه الصفحة. رجعت معنا آية، مساء الخير. مساء الخير، صوت أوضح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. آية، سؤالي لحضرتك قبل ما نقطع اتصال، عارفينا بحضرتك وعن منظمة كود اون ذا رود وأهداف هذه المؤسسة. أوكي، أنا اسمي آية ونيس برويلة، درت منظمة هذه من حوالي سنة. نعم. وهدفنا، أهم هدف عندنا في هذه المؤسسة هو التعليم للنساء على التجارة وعلى كيف تقدر في عملك الخاص وكيف تقدر يكون عندك بزنس متاعك على الانترنت. وهذا أكبر هدف عندنا، كيف نوصل الفتيات للمستقبل في التجارة وفي العمل الخاص. نبدأ تحكينا بالضبط تفاصيل هذه المنحة، مقدمة من من وأمتى بالضبط المفروض أنه حيبدأ بتفعيل هذه المنحة وشو المطلوب بالضبط. نبدأ ببداية ما هي المنحة وهي أهداف هذه المنحة مقدمة، هل ماديا توعويا تعليم للمرأة والفتيات بالضبط؟ حكينا تفاصيل هذه المنحة. الدعم من هذه المنحة هي معنوية، لأن نغلب هذه المنحة حيعطونا الجمعية هارفرد، خريج هارفرد العربي، دعم معنوي حيساعدونا في كل خطوة، حيساعدونا في الشراكة، حيساعدونا كيف نقدر نخلو برنامجنا
احسن ما as excellent as possible ويشاركونا يوصلونا بمؤسسات اخرى ممتاز ويعطونا توجيه يعطونا توجيه لكل مش حتى لمؤسستي بس حتى لطلباتنا حتى طلباتنا طلبات كود اون ذا رود حيكون عندهم شبكه لمساعده ودعم ممتاز وحاجه واحده بنقولها هو شو هي الميزه الفريده في نظامنا وفي برنامجنا الميزه الفريده هي ان كل درس على التجاره وكل درس على كيف تكوني عملك الخاص يوصل لتلفونك الخاص تلفونك الموبايل في ما عندكش الفتيات ما عندهمش حاجه يطلع برا من البيت كان في ام مع عيال وما عندهاش وقت تعدل الحصه ولا تعدل المدرسه ممكن يكون اونلاين يعني او ممكن يكون الدرس نفسه حيكون في الاونلاين ومش حتى اونلاين حيكون في تلفونك يعني بدل ما تبحثي في فيسبوك ولا انستغرام ولا تويتر عندك فرصه تعلمي ممتاز ومينك قاعده في السياره قاعده في البيت وين تلقاني في أي مكان وفي أي زمان من هم المستهدفين يا آية؟ أكيد المرأة والفتيات ولكن هل في عمر معين من هذه المنحة أو من هذه المبادرة؟ لا ما فيش ما فيش عمر معين لا مفتوح لكل واحد ممتاز لكل عمر لبرنامج البرنامج هذا الخاص نحن نحقه في حوالي بنات من 16 سنة لعند نوصل لعند 45 سنة يعني في رأيي ما فيش حدود حدود وقتي في قدر النساء طبعا في نساء يبدو في مشروعهم لما هم 24 سنة في وحدات يبدو مشروعهم لما هم 20 صحيح المدربين حيكونوا من وين يعني المدربين هل من جامعة هارفرد ولا حيكونوا ليبيين أم يكونوا من نحن نفضلوا ليبيين طبعا نفضلوا ليبيين في ليبيا بس نقدر حتى نجيبوا ناس من برا مع خصوصية بس طبعا نحن نبغى ناخذ التالنت من ليبيا ممتاز هو هذا البرايورتي بتاعتنا طبعا حضرتك يا ريت توضحي للمشاهد كيفية التصويت وهل يلزم بعدد معين التصويت على هذه المبادرة على هذا البرنامج باش يكون موجود في ليبيا وتحديدا في مدينة بنغازي يعني آلية التصويت كيف حتكون؟ الطريقة سهلة جدا يقدر يمثل للفيسبوك بيج بتاعتنا كود اون ذا رود تمام وحيلقوا الاعلان من هارفرد ويقدر يمشوا للينك لهارفرد ويحطوا اسمهم ويحطوا ايميل بتاعتهم وهيك يقدر ينتخبوا لنا الطريقة سهلة جدا غير يمشوا للينك ويلقونا طبعا يلقوا اللوجو بتاعتنا ويلقوا اسمنا وينتخبوا من هناك طبعا العدد باكثر عدد ممكن احسن لنا الفكره هي الناس المؤسسات مع اكثر اصوات هم حيمشوا للدور الثاني يعني احنا متاملين ان شاء الله حيكون ستقام هذا البرنامج وهذه المنحه في بنغازي وتحديدا يعني لكل الليبيات ولكن يبقى الامر بعدد التصويت والمشاركه يعني هذه دعوه من حضرتك ان لازم يشاركوا ولازم يصوتوا اهم حاجه كلنا لازم نشاركوا هدفنا هدف لليبيا كيف نساعدوا ليبيا كيف نطوروا نحن بلادنا وكيف نطوروا مدننا هذه فرصه رائعه وهدفي ان نجيب مشاكل الليبيين واحلامنا وطموحنا للمجتمع الدولي في احساسي ان المجتمع الدولي ناسي الشعب الليبي ونحن واجب علينا كل ليبي نديروا الاقصى ما يمكن مشكورة جدا ونثمن جهودك أكيد طبعا بدعمك بمثل هذا الأمر وتوعية وتثقيف المرأة الليبية وكل فتيات ليبيا سؤالين أخيرات سؤال الأخير ما قبل الأخير هو الموضوع مش فقط منحصر للسكان مدينة بنغازي يعني المشاركة حيكون لكل مناطق ليبيا حتى توضح الصورة طبعا لكل مناطق طبعا نعم مش حتى حنبدو في بنغازي لان انا من بنغازي بس الهدف هو نجيب البرنامج هذا في كل في ليبيا في ليبيا هذا الهدف طبعا الهدف نعلمه النساء
كيف تبدي عملك الخاص، ما هي الخطوات، ما هي التحديات، شنو هو العقلية لإنجاز العمل، وكيف تقدر تلقي، كيف تحدد المشكلة في المجال البزنس، كيف تلقي فجوات في السوق، يعني كل خطوة من بداية الأخير لتكوين مشروع متاعك والعملك الخاص نحن بنعلموها. ممتاز. بنعلموها عن طريق الموبايل فون. السؤال الأخير لحضرتك، كيف كان دور مؤسسة كلام في كشريك في مثل هذه المبادرات وهذه الحملات وهذا المنح وغيرها من البرامج؟ وصفي لنا مؤسسة كلام كيف كان دورها مع حضرتك ومع مؤسستك. تعود السؤال، ما سمعتكش. نبي نعرف ان مؤسسة كلام وقناة ليبيا روح الوطن هو شريك مع حضرتك. شريك يعني شركة ساعدونا ساعدونا واجد يعني حنلف الفصحى شوية ويدولك بلهجتي يعني ما قدرش نعبر على على كيف ساعدونا في هذه البرنامج. نعم، واحنا هذا وعد منا كقناة ليبيا روح الوطن وكبرنامج يا شباب، حنكونوا معاك بإذن الله إعلاميا وحنتناول كل ما يخص هذه المؤسسة وهذه المنحة لمقدمة من جامعة هارفرد حتى وصولها طبعا مدينة بنغازي ولكل الليبيات في كل ربوع ليبيا. آية برويلة، شكرا لحضرتك وأنا سعيد جدا بوجودك معنا في شير شباب.